النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. أعلن مصرف البحرين المركزي أنه تمت تغطية الإصدار رقم 2036 من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها نيابة عن حكومة مملكة البحرين، وتبلغ قيمة الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوما تبدأ في 25 من شهر سبتمبر 2024 وتنتهي في 25 من شهر ديسمبر 2024. كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 5.93%، علما بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 100%. كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 210 مليون دينار بحريني. أعلن بنك سيكو المتخصص في مجال إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية حصوله على جائزة يورو ماني للتميز في الشرق الأوسط لعام 2024، وذلك لأفضل مزود لخدمات الأوراق المالية في مملكة البحرين. هذا وتقوم جائزة مزود خدمات الأوراق المالية من يورو ماني بتقييم شركات الرائدة في القطاع ضمن ضوابط مهمة تعتمد على التفوق والحضور في مجال المصرفية الاستثمارية المحلية وخدمات الأوراق المالية والتواجد القوي في السوق المحلية. من جانبها قالت السيدة نجلاء الشيراوي الرئيس التنفيذي لسيكو إن هذه الجائزة تمثل شهادة تقدير للنجاح المتواصل لكافة خطوط أعمال البنك. والآن نترككم مع دار الأسواق المالية الخليجية. ارتفعت الأسهم الأوروبية والعقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء بعد سلسلة من إجراءات التحفيز من الصين بهدف دعم النمو الاقتصادي، مما حفز شهية المستثمرين لأصول المخاطرة. هذا وصعد مؤشر ستوك 600 للأسهم الأوروبية بنسبة 0.8% بقيادة القطاعات ذات التعرض الكبير للصين، بما في ذلك شركات التعدين وصناع السلع الفاخرة وشركات صناعة السيارات. واقترب خام برنت من 75 دولارا للبرميل، وارتفعت أسعار خام الحديد. كما أشارت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية إلى مكاسب عند افتتاح وول ستريت وانخفضت سندات الخزانة. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية. ارتفعت أسعار الذهب لمستوى قياسي جديد يوم الثلاثاء بفعل تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التي تعكس ميل صناع السياسة النقدية إلى مزيد من التيسير النقدي، وأيضا بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.03% إلى 2636 دولارا و85 سنتا للأوقية. كما وصل سعر الذهب في العقود الفورية لأعلى مستوى له على الإطلاق يوم الاثنين. وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن جولسبي أنه يتوقع تخفيضات أخرى كثيرة في أسعار الفائدة مع مساعي المركزي الأمريكي إلى هبوط ناعم للاقتصاد بحيث يسيطر على التضخم دون انهيار سوق العمل.